وعلينا القيام بذلك في الليلة التي تسبق ممارسة روتينك. على سبيل المثال، لنفترض أنك تود أن تستبدل عادة مشاهدة التلفزيون بالجري صباحا. هذا تغيير جذري، وحتما ستواجه مقاومة داخلية لهذه العادة. كيف يمكنك تقليل هذه المقاومة لجعل خروجك من المنزل لممارسة رياضة الجري في الصباح أمرا سهلا؟ إليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها في الليلة التي تسبق ممارسة روتينك. ضع حذاء الجري جانب سريرك. املأ كوبا بالماء البارد وضعه على منضدة النوم. ترطيب جسمك بالماء مهم إذا كنت تخطط لممارسة تمارين عنيفة. اختر الطريق الذي ستركض فيه. نم بالملابس التي سترتديها أثناء الركض. اذهب إلى الفراش مبكرا للحصول على قسط كاف من النوم. القيام بهذه الأشياء تزيل العقبات الصغيرة التي تقف في طريقك. على سبيل المثال، سيكون من السهل التغلب على المقاومة إذا لم تكن مضطرا أن تبحث على حذاء الجري في الصباح. وبالمثل، فإن النوم بملابس الجري تتجاوز خطوة الاستعداد والتجهيز التي قد تشتت انتباهك وتثنيك عن الذهاب لممارسة رياضة الجري في الصباح الباكر. استخدم هذه النصائح لتقليل المقاومة التي ستواجهها مع كل تغيير جذري في روتينك الصباحي الحالي. كلما قمت بتبسيط روتينك الجديد زادت نسبة نجاحك في الالتزام به. إليك ما يجب أن تفعله الآن. راجع قائمة الأنشطة الجديدة التي تدعم نواياك، وقد أنشأنا هذه القائمة في الخطوة الرابعة. فكر في كل نشاط وابتكر طرقا لتبسيطها. مثال على ذلك، تخيل أنك تنوي تناول وجبة إفطار مغذية تتكون من البيض واللحم المقدد. قم بما يلي في الليلة التي تسبق هذه النية. ضع مقلاة على الموقد. ضع الطبق والفضيات على طاولة المطبخ. ضع كوبا من الماء على طاولة المطبخ. أخرج 3 بيضات من الثلاجة. أخرج 3 شرائح من اللحم المقدد من الثلاجة وضعها في كيس بلاستيكي مغلق. عندما تدخل إلى مطبخك في الصباح ستكون قد أخذت عدة خطوات تحضيرية بالفعل. نتيجة لذلك ستواجه أقل قدر من العقبات والمقاومة الداخلية التي قد تثنيك عن تناول وجبة إفطار مغذية. قم بهذه الخطوات عند قيامك بكل نشاط جديد في قائمتك. اجحذ فكرك بحثا عن طرق توفر بها وقتك وجهدك. أي جهود تبذلها ولو ضئيلة لن تضيع هباء، وستعود عليك بالمنفعة لاحقا. فحتى المدخرات الصغيرة يمكن أن يكون لها تأثير تراكمي مضاعف. الخطوة الثامنة، عود نفسك على تسلسل العادات. أحد العناصر الأساسية في اكتساب أي عادة جديدة هو أن يكون لديك دوافع ومحفزات يعول عليها. فالدافع هو حدث يدفعك إلى اتخاذ موقف معين أو خطوة معينة، ويحفز رغبة تلقائية في التصرف بطريقة معينة. إذا كان الدافع مترسخا ينتهي بك الأمر إلى اتخاذ خطوة تلقائية دون التفكير في القيام بذلك، وتصبح الخطوة التي نتخذها استجابة تلقائية لهذا الدافع. مثلا، أنا أغمر وجهي بالماء البارد بعد الاستيقاظ مباشرة، فالخروج من السرير في الصباح يعتبر بمثابة الدافع. لست مضطرا للتفكير في غمر وجهي بالماء البارد، أنا أفعل ذلك بشكل تلقائي، مثل كلاب البافلوف التي يسيل لعابها على صوت جرس العشاء. الدوافع ضرورية للتعود على تسلسل العادات التي تتكون من أكثر من مجرد سلسلة من الأنشطة التي تحدث في تسلسل محدد مسبقا. كل نشاط في ذلك التسلسل يعمل كمحفز للنشاط الذي يتبعه. مثال، ضع في اعتبارك التسلسل التالي للأحداث الصباحية: استيقظ، أغلق المنبه، انهض من السرير، اغسل أسنانك، استخدم الحمام، استحم، جفف شعرك بمجفف الشعر، ضعي مكياجا للسيدات، ارتدي ملابسك. هذا التسلسل عبارة عن مجموعة متسلسلة أو حزمة من عادات،
فأنت تقوم بتنفيذ تلك الأنشطة الفردية بنفس الترتيب كل صباح. الأهم من ذلك أن كل نشاط يؤدي إلى النشاط الذي يليه. حزم العادات مفيد لأنه يشجعنا على إكمال روتيننا الصباحي دون الحاجة إلى التفكير في العادات الفردية التي تشملها. بمجرد أن نقوم بأول نشاط في الحزمة، فإن روتيننا يكتسب قوة دفع ذاتية. لتدرك تماما كيف يسير الأمر، تذكر أن تسلسل العادات يتكون مما هو أكثر من مجرد سلسلة من الأنشطة العشوائية، فهي تتألف من سلسلة من الدوافع والمحفزات. إليك ما عليك أن تفعله الآن. راجع قائمة الأنشطة التي قمت بإنشائها في الخطوة الرابعة وقم بإعادة ترتيبها. ستجد أن بعض الأنشطة يتبع منطقيا أنشطة أخرى. مثلا إذا كنت تريد أن تبدأ ممارسة الجري في الصباح، فستحتاج إلى الاستحمام بعد ذلك. إذا كنت تريد أن تجعل الكتابة في مدونتك أو مذكراتك جزءا من روتينك المطلوب، فقد تكتشف أن شرب فنجان قهوة مفيد لك ويساعدك على التركيز في الكتابة. رتب الأنشطة التي تريد ممارسة. إذا قمت بربط عادات جديدة بعادات مترسخة، سيتمكن عقلك من تبسيط عملية تبني هذه العادات. مثلا أنت تغسل أسنانك كل صباح، وهذه العادة أصبحت جزءا متأصلا من روتينك. إذا كنت ترغب في بدء عادة كتابة يومياتك، فقم بذلك فورا بعد غسل أسنانك. استخدم العادة المترسخة غسل الأسنان للإسراع في تبني العادة الجديدة كتابة المذكرات. لا تجمع بين عادات وأنشطة جديدة ومتنوعة معا متوقعا أن تترسخ. إذا جمعت بينها معا ستولد قدرا كبيرا من المقاومة. فبدلا من ذلك قم بربط عادات جديدة مع عاداتك القديمة لتكوين حزم صغيرة متعلقة ببعضها، ثم ادمج تلك الحزم الصغيرة معا لتشكل حزما أكبر. أعتقد أنك ستجد هذه أسرع طريقة لإنشاء روتين صباحي يسهل تنفيذه بكل ثبات وحزم. الخطوة التاسعة: اكتب روتينك الصباحي. الخطوة التاسعة هي أبسط خطوة، لكن لا تقلل من أهميتها. أشجع تدوين روتينك الصباحي باستخدام القلم والورقة. لا تثق بذاكرتك. لا تحفظ روتينك خدمة حوسبة سحابية أو تسجلها عبر الإنترنت باستخدام موقع إيفرنوت أو ون نوت. لا تضعه في ملف مايكروسوفت وورد. اكتبها على الورق. أوصيك للقيام بذلك لثلاثة أسباب. أولاً، الكتابة تساعد عقلك على التركيز على العنصر الذي تكتبه. تظهر الأبحاث أن الكتابة تتطلب عملية معرفية مختلفة عن الكتابة على الكمبيوتر. تشغل هذه العملية العقل بطريقة مميزة تساعد على تحسين الفهم والذاكرة. ثانياً، عندما تكتب روتينك الصباحي لن تحتاج إلى حفظه عن ظهر قلب. تعلمت منذ سنوات أنني لا أستطيع أن أثق في ذاكرتي. إذا لم أكتب الأشياء فهناك احتمال كبير أن أنساها. إذا واجهت نفس التحدي، بصراحة أعتقد أن معظم الناس يواجهونه، يمكنك حله بسهولة عن طريق تدوين روتينك. ثالثا، تدوين الأشياء يجعل نواياك أكثر وضوحا. إذا كنت مثلي فستجعلك الكتابة تشعر بمزيد من الالتزام بتحقيقها. عندما تستيقظ وترى روتينك الصباحي مدونا على الورق، ستشعر برغبة أكثر في أدائه. إليك ما يجب أن تفعله الآن: راجع روتينك الصباحي أو تسلسل العادات الذي أنشأته في الخطوة الثامنة. بعد ذلك خذ قطعة من الورق وقسمها إلى عامودين. اكتب كل نشاط في روتينك في العمود الأيسر. دون مقدار الوقت الذي يتطلبه كل نشاط بالدقائق في العمود الأيمن. إليك مثالا على روتيني الذي صممته ليدعم غايتي بأن أشعر بالمزيد من الراحة والاسترخاء. الاستحمام 10 دقائق، تجفيف الشعر أو مجفف الشعر 15 دقيقة، وضع مستحضرات التجميل 5 دقائق، تناول وجبة فطور صحية 20 دقيقة، ممارسة تمارين التنفس 5 دقائق، ممارسة التأمل اليقظ 5 دقائق، كتابة مذكرات شخصية 15 دقيقة،
كتابة قائمة الامتنان 5 دقائق، الاستماع إلى بودكاست مبهج 15 دقيقة. دون الوقت الذي خصصته لكل نشاط. هذه القائمة المكتوبة على الورق بخط يدك تبقيك على المسار الصحيح وتضمن لك فرصة متابعة روتينك بالكامل دون الحاجة إلى الاستعجال. إذا كنت مثلي فستميل إلى تخطي هذه الخطوة. لا تفعل ذلك، قاوم الإغراء. ستكتشف أن تدوين روتينك الصباحي سيكون بمثابة تذكرة يومية بنواياك. الخطوة 10، اضبط روتينك ليلائم التحديات والأهداف الجديدة وأي تغيرات في جدولك اليومي. لا شيء يبقى على حاله إلى الأبد. الجداول تتغير، الأهداف تتغير، قد تظهر مسؤوليات جديدة تتطلب المزيد من وقتك واهتمامك، ومع تغير حياتك يجب أن يتغير روتينك الصباحي أيضا. سيحتاج روتينك إلى ضبط من حين لآخر ليواكب هذه التغيرات. مثلا لنفترض أن طقوسك الصباحية الحالية تتطلب 2 ساعة لتكتمل. تستيقظ 5:45 كي تتمكن من أداء روتينك بالكامل، ثم تغادر منزلك 8:00 تخفف 15 دقيقة إضافية من الضغوطات. سيمنحك هذا متسعا من الوقت للتنقلات الصباحية إلى مكتبك، حيث يتوقع حضورك بالعمل من 8:30. الآن لنفترض أن رئيسك يطلب منك الحضور من 8:00 في المستقبل. يتبقى لك خياران: 1، اختصر فترة روتينك الصباحي إلى 90 دقيقة. قد يستلزم ذلك تقصير مدة بعض الأنشطة أو إلغاء بعضها تماما أو كليهما. 2، استيقظ 30 دقيقة قبل موعد استيقاظك المعتاد. المغزى هو أنه يجب أن تعدل روتينك لمواكبة التغيير في جدولك الصباحي. إليك مثال آخر. لنفترض أنك صممت روتينك الحالي لمساعدتك على إنقاص الوزن، والذي يمتلئ بأنواع مختلفة من التمارين البدنية العنيفة لتحقيق هذه النتيجة. افترض أنك وصلت بنجاح إلى وزنك المثالي بعد 3 أشهر من أداء هذا الروتين. لم يعد فقدان الوزن هو هدفك أو نيتك، بل سيصبح هدفك الحفاظ على وزنك. لذلك تحتاج إلى تعديل روتينك الصباحي ليلائم نيتك الجديدة. تحقيقا لهذه الغاية يمكنك استبدال التمارين البدنية بممارسة اليوغا والمشي وتناول وجبة إفطار منخفضة الكربوهيدرات. الهدف هو تحديث طقوسك الصباحية لتتماشى وتتوافق مع تغير ظروفك وأهدافك. بهذه الطريقة ستحقق أقصى استفادة من صباحك. إليك ما يجب أن تفعله الآن. في الخطوة الأولى حددنا غرضك من ممارسة طقوس الصباح. في الخطوات اللاحقة أنشأنا روتينا ليتفق مع هذه النية. راجع غايتك وفكر في الأمر بعناية. دون ما إذا كان روتينك لا يزال مهما بالنسبة لك. هل ما زال أحد أولوياتك اليومية؟ إذا كان الأمر كذلك فالتزم بروتينك الحالي. إذا تغيرت نيتك فارجع إلى الخطوات 2 وحتى 9 مرة أخرى لإنشاء روتين جديد يتماشى معها بشكل أفضل. بعد ذلك راجع مسؤولياتك الصباحية، خاصة تلك التي تتطلب منك أن تكون في مكان ما في وقت معين. هل تغيرت مسؤولياتك مؤخرا؟ هل تم فرض التزامات جديدة عليك؟ هل ظهرت ظروف جديدة تترك لك وقتا أقل في الصباح؟ إذا كان الأمر كذلك فكن استباقيا في إجراء تعديلات على روتينك. أوصي باتباع هذه الطريقة مرة واحدة في الأسبوع. اختر يوما، أفضل أيام الأحد للقيام بهذه المهمة، وقم بتحديد هذا اليوم في أجندتك. تعامل معه كمهمة ذات أولوية عالية في قائمة أعمالك. بهذه الطريقة يمكنك مراقبة روتينك الصباحي بانتظام وملاحظة ما إذا كان لا يزال حلا عمليا متوافقا مع نواياك أم لا. مفتاح النجاح: كيف تحرز تقدما إضافيا؟ لقد ذكرت هذه الطريقة في الخطوة 6. ابدأ بخطة بسيطة، لكن هذه الخطوة مهمة بما يكفي لتكرارها. الطريقة الأكثر فاعلية لتبني أي عادة أو روتين جديد
هي أن تقوم بذلك تدريجيا، فاتخاذ خطوات صغيرة هو مفتاح تطوير العادة وترسيخها، كما كتب ويليام شكسبير في مسرحية روميو وجولييت: بحكمة وببطء إنهم يتعثرون من الركض بسرعة. كانت هذه هي قصة حياتي عندما اتخذت عادات جديدة، بما في ذلك طقوس الصباحية. إذا حاولت تغيير الكثير من الأشياء مرة واحدة، فأنا على يقين من أنني سأفشل. ومن ناحية أخرى، إذا قمت بتغيير شيء واحد في كل مرة، فإن التغييرات ستترسخ وتستمر. أراهن أنك تتفق معي على هذا الأمر. فكر في آخر مرة حاولت فيها أن تقوم بتغييرات جذرية في أسلوب حياتك. هل استطعت تغييرها كلها مرة واحدة؟ أم هل انتهى بك الأمر إلى التخلي عن معظمها في الأسابيع التالية؟ إذا كان الخيار الثاني صحيحاً، فأنت لست وحدك، فقد مر معظمنا بتلك التجربة. عند إدخال أي تغيير، دائماً ما يكون هناك مقاومة لهذا التغيير. كلما زاد حجم التغيير، زادت المقاومة التي ستواجهها. ولهذا أنصح أن تبدأ بروتين صباحي بسيط، ثم أضف إليه عادات جديدة بشكل تدريجي. اسمح لعقلك وجسمك بالتأقلم مع كل نشاط جديد. من الجيد أن يكون لديك خطط كبيرة لتغيير الطريقة التي تقضي بها وقتك بالصباح، لكن لا تشعر أنك مضطر لتنفيذ جميع خططك في خطوة واحدة. خذ خطوات صغيرة وقم بتغيير واحد في كل مرة، وأنا سأضمن أنك ستحقق المزيد من النجاح الدائم. في القسم التالي، في الجزء الثالث، سنكتشف العقبات والتحديات الشائعة التي نواجهها عند تنفيذ روتين صباحي جديد وهادف. هناك فرصة جيدة أن تواجه عدداً قليلاً منها على الأقل. سأوضح لك كيف تتصدى لها بشكل فعال. الجزء الثالث: كيف تتعامل مع التحديات والأخطاء؟ سترتكب أخطاء وستواجه تحديات. ستقابلك عثرات وعقبات يمكن أن تكون مخيبة للأمل ومحبطة للغاية في تلك اللحظة. من المهم أن نواظب على الروتين، أخذين هذه التوقعات في الاعتبار. عندما تهدد العوائق بتعطيل روتينك الصباحي الجديد، فلن تشعر بالإحباط على الفور، بل ستتمكن من التصدي لها بعد أن توقعت كيف تواجه تلك العقبات بالحكمة والممارسة العملية. الجزء الثالث قصير، لكن لا تنخدع بقصره. أثناء مواجهتك للتحديات عند تنفيذ روتينك الصباحي، قد تجد هذا القسم أحد أهم الأقسام بهذا الدليل العملي. ماذا لو فاتك يوم؟ لا أحد مثالي. حتى أكثر متبعي الحمية التزاماً يأكلون أحياناً الوجبات السريعة. حتى أكثر عشاق اللياقة تفانياً يتغيبون عن الجيم من حين لآخر. حتى أبرز خبراء الإنتاجية يضيعون الوقت على الفيسبوك بين الحين والآخر. من وقت لآخر سيتسلل من أمامك أحد الصباحات، قد تنام سهواً بعد انطلاق جرس المنبه، مما لا يتيح لك الوقت الكافي للقيام بروتينك الصباحي. أو قد تظهر حالة طارئة تتطلب وقتك واهتمامك، مما يجبرك على التخلي عن روتينك. إن تفويت يوم وإن لم يكن قراراً مثالياً، لا ينبغي أن يسبب لك القلق،